السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، متابعي منصة رواق أهلا ومرحبا بحضراتكم. يقولون في الأمثال: قل لي وسوف أنسى، أرني ولعلي أتذكر، أشركني وسوف أفهم، ونحن نضيف على ذلك ونقول: اسمح لي أن أعبر عن رأيي لكي أبدع. اسمح لي ان اعبر عن رايي بالكلمات بالافكار الجديده حتى احقق ما نسميه بالابداع في عمليه التعلم بالمقابل ايها المعلم الذي يعلم الطلاب في كافه مراحل التعليم في التعليم العام وفي التعليم الجامعي ماذا تعرف عن الابداع وما الأسس التي يبنى عليها التدريس الإبداعي؟ وماذا نعني بالتدريس أولا؟ وما علاقة التدريس التقليدي بالتدريس الإبداعي؟ وما المقومات التي تجعل المعلم لديه القدرة على أن يبدع؟ ما المعوقات التي تحول بيننا وبين أن يكون تدريسنا تدريسا إبداعيا في مدارسنا وفي جامعاتنا؟ ما الأسس التي يبنى عليها التدريس الإبداعي؟ ما الاستراتيجيات التي يجب أن تمارس داخل الصف وخارج الصف لكي تحقق بيئة تدفع إلى التدريس الإبداعي؟ هل هناك علاقة بين البيئة المحيطة وبين الإدارة الصفية الفعالة البرنامج الذي سبق لنا أن قدمناه في اللقاء الأخير وطبيعة ما نسميه الإبداع في عملية التدريس؟ ما المقومات التي يحتاجها المعلم حتى يحقق بيئة؟ ويحقق نموذج ابداعي داخل البيئه الصفيه ما سمات المعلم المبدع الذي نريده وكما قلت ما الاستراتيجيات التدريسيه التي يمكن لنا وللمعلم ان يقوم بها حتى يحقق تدريس ابداعي حقيقي من المهم ان يكون هذا نموذجا نعرض من خلاله احبائي الكرام هذا البرنامج الهام جدا الذي اود ان تشاركوا معي فيه بفاعليه معلمين ومعلمات في كافه مراحل التعليم بالتعليم العام وبالتعليم الجامعي انتظركم وانتظرونا ان شاء الله لكي نستقبل مشاركاتكم وتعليقاتكم من خلال منصه رواق اسعد بكم ومعكم دكتور صلاح عبد السميع تحياتي والتقي بكم على خير باذن الله تعالى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.